أبي عايدة، ممكن تشرح عن أبي عبد الله بن عمر العطاس؟ الحبيب عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن العطاس هو أصغر أولاد الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، لأن الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس جاءه ابن وسماه عبد الله، توفي عند قدوم الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس إلى حريضة في منطقة تاربة ودفن هناك وهو صغير قبل أن يصل إلى حريضة. وفي آخر حياة الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس جاءه هذا الابن عمر بن عبد الرحمن عبد الله بن عمر، وقد قسم تركته أو في حياة الحبيب عمر وقال هذا لفلان وهذا لفلان وأعطاهم ما يستحقونه من مال. فجاء هذا الحبيب عبد الله بن عمر وقد قسم الحبيب عمر بعض الأولاد يعني المال، يعطيهم شيء من الدنيا وفي حياته من خلال، فقالوا وهذا عبد الله، قال عبد الله له الله، دعوة من هذا الإمام صدرت عبد الله له الله، وثم أخذ شيئا من المال وأعطاه ابن عبد الله لأنه في آخر حياته وسيلاقي إن شاء الله. سبحان الله، استجاب الله دعوة هذا الإمام في ابن عبد الله، وأكثر أثرياء آل العطاس من ذرية هذا الحبيب عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن العطاس. وهو صغير توفى الحبيب عمر وهو صغير، وبارك الله في ذريته، حتى إن أخاه سالما سالم قال له يا عبد الله سيأتيك ابن اسمه كاسمي وحاله كحالي ويغطي شهرتك. فجاء الحبيب سالم بن عمر صاحب الشحر، سالم بن عمر بن عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن العطاس، وهم يقال لذرية هذا الحبيب السالم بن عمر، وهؤلاء السالم بن عمر لأنها دعوة خرجت من هذا الإمام سالم بن عمر لأخيه عبد الله بن عمر بأن سيأتيه ولد واسمه سالم بن عمر، وفي الفعل جاء هذا الولد وسمي بسالم بن عمر وانتشرت ذريته ذرية مباركة، وهو أخوال هذا الحبيب البعيسى عبد الله بن عمر، تزوج الحبيب عمر عند البعيسى وأنجب هذا الإمام له ذرية كثيرة. فنحن نعرف ذرية الحبيب عمر سالم وحسين وعبد الرحمن وعبد الله الذي لهم عقب في العالم منتشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا التخلق بأخلاق هؤلاء والاقتداء بهم في خير ولطف وعافية، والحمد لله رب العالمين. شكرا.